حلوة منقولة. تصلح مرة ثانية تلعب لكن توصل لإبراهيم شايد. حلوة بروح. الله الله سمير سعيد توقيته أيضا كان متقدم بالمرمى وسقطها لا إبراهيم. إبراهيم كرة ملعوبة كرة ملعوبة حلوة الحقيقة. إبراهيم حسن شوف أيضا سمير كان مندفع بالمرمى. سمير كان أيضا ماخذ اتجاه ورغم الثين اللي هو إبراهيم وراح نشوفه يعاد البطيء شفناها والكرة توصل تهيأ مرة ثانية وبشوت مبارك توصل مرة ثانية ناحية اليسار قريبة إلى وليد قاسم. وليد بيلعبها يحصلها أنا متوصل مرة ثانية تبي توصل شوت شوت داخل مرمى كرة ملعوبة في دقيقة سبعة في دقيقة سبعة. مبارك مرجوب مبارك مرجوب كرة ملعوبة تهيأ الجيد شوفوا الإعادة شوفوا الإعادة شوفوا الإعادة شوفوا تهيأ مرة ثانية واللعبة من الإعادة كرة مرة ثانية تلعب شوفوا مبارك مرجوب مبارك مرجوب شو تبغى مرجوب في الزاوية اليسرى يسجل هدف في دقيقة سبعة. يبعدها تابعها نعيم قبل أوت يحصلها يلعبها طويلة توصل الغانم لعبها الهاجري بشكل جيد لعنبر سعيد. شوف ومتابعة فعلية وحسن مزح في المباراة أيضا يعطي فرصة لعنبر سعيد بتابعة بسجل هدف عنبر سعيد في الدقيقة 13. وكرة مع مبارك مرجوب لعبها براس توصل في نص الملعب يحصلها طارق سالم ياخذها المنتخب المصري تلعب مرة ثانية توصل في نص الملعب وتلعب كرة أغرب مرة ثانية ناحية المنتخب المصري ناحية اليمين كرة ملعوبة إلى إبراهيم حسن كرة معه يحاول يمر كرة معه بالشوط وبشوط الله تصلح مرة ثانية تلعب لكن توصل لإبراهيم شايد. حلو بروح الله أنا متوصل مرة ثانية تبي توصل شوت شوت مرة ثانية ناحية المنتخب الوطني ناحية اليمين كرة ملعوبة إلى إبراهيم حسن كرة معه يحاول يمر كرة معه بشوط وبشوط جول الله 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 يا إبراهيم الله 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 Thank you.
حلوة من أولى. تصلح مرة ثانية في اللعب، لكن توصل لإبراهيم شايد. حلوة جول، الله الله. سمير سعيد توقيته أيضا كان متقدم في المرمى وسقطها لإبراهيم. إبراهيم كرة ملعوبة، كرة ملعوبة حلوة الحديدة. إبراهيم حسن شوف، ايضا سمير كان مندفع بالمرمى، سمير كان ايضا ماخذ اتجاه ورغم اثنين اللي هو ابراهيم، وراح نشوفه بعدل بطيء جبناها وكره توصل وتهيأ مره ثانيه وبيشوت مبارك. توصل مره ثانيه ناحيه اليسار قريبه الى وليد جاسم، وليد بيلعبها يحصلها انا متوصل مره ثانيه تقدر توصل شوت شوت في دقيقة سبعة. يبعدها تابعها نعيم قبل اوت، يحصلها يلعبها طويلة توصل الغانم، لعبها الهاجري بينية عمر سعيد. حتى عمر حتى 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 الله 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 يا عمر سعيد. الله 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 الله. حلوة 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 ملعوبة الحديدة بشكل جيد لعمر سعيد. شوف ومتابعة فعلية وحسن مزعج البرص أيضا يعطي فرصة لعمر سعيد بتابعة بسجل هدف عمر سعيد في الدقيقة 13. وكرة مع مبارك مرزوق لعبها برا توصل في نصف الملعب، يحصلها طارق سالم ياخذها المنتخب المصري، تلعب مرة ثانية توصل في نصف الملعب وتلعب كرة أغرب مرة ثانية ناحية المنتخب المصري ناحية اليمين، كرة ملعوبة إلى إبراهيم حسن، كرة معه يحاول يمر، كرة معه بشوط وبشوط جول الله.